الحقيقة من أجمل الحاجات اللي بتحصل في بلدنا اليومين دول معرض القاهرة الدولي للكتاب. الصور اللي بتجينا من هناك صور مبهجة مفرحة جدا، شكل الطوابير أمام المعرض، الزحام على الأجنحة المختلفة للكتب، دي أجمل زحمة في الدنيا، الزحام على الثقافة والمعرفة والإبداع. حتى الآن عدد الزائرين في 10 أيام تجاوز 4 مليون زائر، أو وصل لرقم 4 مليون، وده رقم قياسي في تاريخ دورات معرض القاهرة الدولي للكتاب. هيظل دايما معرض القاهرة الدولي للكتاب الوجهة الثقافية المعرفية الأهم، مش بس في مصر، في الوطن العربي كله. المفروض المعرض هينتهي يوم الثلاث اللي جاي، فعشان كده كل الناس اللي عندها خطط بقى انها تزور المعرض تلحق تتحاول تتواجد في الايام دي، خصوصا ان في كتير من دور النشر مقدمه خصومات على عدد كبير من الاصدارات. انا عايزه اقول لك ان في طبعات، انا شفت سلسله الاعمال الكامله لصلاح جاهين، الخمسه فوليوم الخمس مجلدات ب 100 جنيه كانت أيوة. موجودة مثلا في جناح الهيئة. سور الأزبكية عامل عروض رهيبة، الدور عاملة مش قادرة أحكي لك، بالذات كمان في الأيام الأخيرة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي في تخفيضات أكتر، وكمان دور النشر اللي جاية، الضيوف اللي جايين من الدول الأخرى بيبقوا يعني من الآخر كده مش عايزين يسافروا تاني بالكتب، ومهتمين جدا إن ثقافتهم تنتشر أكتر، فبيبقى فيه خصومات إضافية في الأيام الأخيرة اللي موجودة في زي ما بتقول يا منة. فعلا عايزين نقول للسادة المشاهدين خلاص فاضل 3 أيام، خريطة كده معاك وروح المعرض، في أجنحة مهمة جدا من نقلة الهيئة العامة للكتاب، الهيئة العامة لقصور الثقافة كمان عندها تخفيضات هائلة، المركز القومي للترجمة اللي مهتم بالكتب المترجمة بأسعار، انتوا عارفين دايما ان الكتب المترجمة بتكون أسعارها غالية، لكن المركز القومي للترجمة بيعمل تخفيضات كبيرة جدا ممكن تصل إلى 40 و50%، وخصوصا في الأيام الأخيرة للمعرض. كل حد عنده يعني ميل للون من ألوان الثقافة والفن والمعرفة هيلاقيه في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ما بين الكتب الإبداعية والرواية والشعر والمسرح، أو حتى الكتب العلمية، يعني كده ألوان مختلفة من المعرفة موجودة. مش بس الحقيقي الكتاب هو البطل في معرض القاهرة الدولي للكتاب، طبعا الكتاب هو رقم واحد، لكن معرض القاهرة للكتاب دايما بيتميز بحالة الحوار الثقافي الجميلة جدا، حالة الندوات والفعاليات والبرامج الثقافية اللي تحت عناوين كتيرة جدا، فيها أصحاب الفكر وأصحاب القلم والسياسيين ونجوم الفن والموسيقى والسينما والمسرح بيتواجدوا وسط الجمهور. الأجمل كمان حالة الحوار والتفاعل اللي بتحصل داخل الندوات دي، جمهور بيحضر بيشارك بشكل كبير جدا، بيسأل بيتفاعل مع نجوم الثقافة والفن والإبداع. امبارح مثلا كان في ندوة جميلة جدا بعنوان يوم حلو ويوم مر، حياتي في السينما للمخرج الكبير خير بشار، اتكلم فيها عن بدايات حياته مع السينما والإخراج، أهم النجوم اللي اتعامل معاهم، أهم الأفلام اللي أثرت في حركة السينما المصرية خلال الخمسين سنة اللي فاتت. وجبة ثقافية متنوعة جدا يا منة في معرض القاهرة الدولي للكتاب. فعلا احنا بس في المعرض مش هنلاقي ناس او مش هنلاقي ندوات بتهتم فقط بالفن او بالادب، هنلاقيها كمان بتهتم بالمجالات الحديثه زي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. امبارح كان في مؤتمر كامل بيتكون من 3 ندوات ومحور بحاله بيتكلم عن اهميه الذكاء الاصطناعي في صناعه المعرفه، وازاي نقدر نطوع الذكاء الاصطناعي ده عشان نحقق اقصى استفاده ممكنه منه. يمكن الزميله هاله الحملاوي هي اللي كانت بتقدم المؤتمر امبارح، وتابعنا فيه يعني على مدار الندوات الثلاثة محاور مختلفة كانت بتتكلم عن قدام ايه اللي هيحصل لقدام، ودي حاجة موجودة في المعرض، وكتب موجودة كمان موجودة في المعرض بتتكلم عن الموضوع ده. في كتب كتير نازلة عن ماذا سيحدث، الذكاء الاصطناعي هيعمل ايه، رواية كنا استعرضناها هنا في صباح الخير يا مصر، عصر الزنن 2070، ايه اللي هيحصل، دي مثلا واحدة من الروايات. انا عايز اقولك ان القصة بس مش بنتكلم في الكبار، هم اللي عندهم مكان، قاعة الطفل فيها كمية نشاطات رهيبة، لدرجة أنه في بيحاولوا اجتذاب جمهور جديد من الأطفال في مكان مخصص للسكيتينج أو للتزحلق موجود في قاعة الشرطة. أنت عارفة منها أنشطة كتيرة جدا، يعني فيها ترفيه وثقافة وتعلم كمان، يعني معرض القاهرة للكتاب الجميل فيه زي جناح الطفل ده إن احنا بنمارس فنون، يعني ممكن نرسم، ممكن نغني، نشوف عروض، حتى يعني في مسارح كده موجودة أمام الأجنحة بيبقى فيها عروض فن شعبي وفنون مختلفة. جميل جدا
ان احنا نشوف الوان الثقافه المصريه والعالميه كمان. الجميل كمان انه فرصه ذهبيه لاي حد انه يبتدي يشكل مكتبه جوه بيته. احنا من زمان جدا بننادي ان احنا لازم يبقى عندنا مكتبه في بيوتنا خصوصا لاولادنا واطفالنا. فرصه لكل اب وام انه يروح معرض الكتاب، يروح الجناح الازبكيه مثلا، الاسعار هناك مخفضه جدا في كتب للاطفال، مش بس الكتب القديمه، لا كتب بتتقدم بشكل تفاعلي ومجسمه وجميله، ممكن تقتني اكتر من كتاب لابنك او بنتك، ممكن تعمل مكتبه جوه البيت، ده مهم جدا. ودي اعتقد من اهم ايجابيات معرض القاهره الدولي للكتاب، انه بيخلي الاسره مره ثانيه تحيي فكره القراءه وتحيي فكره ان يبقى داخل كل بيت مصري مكتبه. المكتبه دي هي اللي بتشكل وعينا بعد كده، وعي ولادنا، بتشكل شخصيتهم كمان من اللي بيبقى موجود في بيت في مكتبة على الأقل رفين ثلاثة فيهم مجموعة كتب مختلفة. بنعود ولادنا على القراءة لأنه الكتاب هيبقى دايما هو المصدر الأهم للمعرفة والمصدر الأول للمعرفة مهما كان في وسائل كتيرة جدا بنتعامل معاها تكنولوجيا. أنا عايزة أقول لك إن أنا جايبة كتب لأولادي بأربعة كده. أنت صلاح جاهين جبت صلاح جاهين؟ صلاح جاهين ده اللي جبته لنفسي، لكن أنا بقول لك لأولادي جايبة كتب بأربعة جنيه وبخمسة جنيه، طباعة فاخرة، ورق كوشيه بيلمع، أربعة لون، الألوان زاهية جدا، في كتب مجسمة موجودة يمكن صحيح. ما تتعداش ثمنها العشر جنيه موجودة، ما أنا بتكلم في أرقام صحيح. يعني عشرة جنيه موجودة في مثلا جناح الهيئة العامة للكتاب، كانت حاجة رائعة. الكتب الجديدة بقى للأطفال الأكبر سنا اللي زهقانين من القراية، هنلاقي كتب تفاعلية قائمة على إنك تسمع، أو كتب موجودة لما توصل الأبليكيشن اللي موجودة بالمجان على صفحات دور النشر دي على مواقع التواصل الاجتماعي، الكتاب بيظهر لك على الموبايل مجسم، يعني هو الطفل يكون بيقرأ وشايف الحركات بتاعة الصور اللي قدامه دي بتتحرك من خلال، يعني الذكاء الاصطناعي دخل في الكتب والكلفة حقيقي ولا حاجة وفعلاً يعني زهيدة جدا. رحلة مهمة جدا بندعو حضراتكم، خلاص فاضل 3 أيام على معرض القاهرة الدولي للكتاب. اللي ما راحش او لسه ما راحش المعرض يبتدي يعني يخطط كده اليومين الجايين، طلع على المعرض على طول دلوقتي. عندك النهارده الدكتور علي جعفر العلاق من العراق، الشاعر الكبير، ان شاء الله مظبوط. يعني النهارده في هنلاقي فعاليات كتير مختلفه في معرض الكتاب، ضيوف عرب مهمين، يعني علي جعفر العلاق شاعر عراقي كبير جدا هيكون النهارده في اطار ما يعرف بمحور مبدعون وجوائز، ندوه مهمه الى جانب ندوات كتيره كمان مهمه. دعوه لحضراتكم، فاضل 3 أيام، روحوا معرض القاهره الدولي للكتاب، رحله ترفيهيه ثقافيه جميله، الاسره كلها تروح مع بعض لانه ده موسم الكتب الجميل زي ما بيقولوا. فمن السنة للسنة ناس كتيرة جدا بيستنوا الأسبوعين دول بتوع معرض القاهرة الدولي للكتاب. رحلة ممتعة ما فيها مكان لكل الناس، حتى الأطفال اللي مش محبة للكتب، واحنا والأطفال اللي في عمر يعني مواليد الثمانينات والتسعينات هيلاقوا جناح كامل لكل الحاجات اللي قريناها واحنا صغيرين، هنلاقي موجود حتى المجلدات الخاصة بالكرتون العالمي، حتى اللي بيحبوا الأنمي هنلاقي المجلات الخاصة بيهم والمجلدات والمانجا اللي هم بيقروها، اللي هي ده اسم مجلدات الكرتون الحديثة. فيعني كل حاجة هتلاقيها موجودة في معرض الكتاب، والأطفال الصغيرين جدا في السن هنلاقي لهم كتب تلوين تفاعلية مختلفة جدا وألعاب بتساهم في تحفيز التفكير والذكاء، الناس تخرج وتتحرك والجو حلو كمان، تاخد شوية شمس، فرصة الجو كمان بيتحسن، اللي من دول الحمد لله هتقول لنا النهارده على مدار جامد. الجو حلو، فيعني دعوة لحضراتكم لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب. مرة تانية بنصبح على حضراتكم وصباح الخير يا مصر.